يا دي النيلة غنى تاني ممكن ما تسجلش وبدات الفيديو تقول خلاص خلاص ما تسجلش يعني ما غنيتش انت مالك متشوق كده يا مين ان انت تقفل البتاع. طيب يا جماعه انا مش عارف مين دي بنت الشيطان بنت مينا يعني هي مش عايز تتجوز واحد ما بتحبوش مينا هيشرح لكم اللي بيحصل مينا هيشرح اللي بيحصل لو بصيتوا من ورا هتلاقوا في جناحين وده دليل انها بتعرف تطير بس برضه ممكن حد يقول لي جناحين صغيرين هي سنها صغير صغيره كل ده لسه صغيره بس يا ولد يا دي النيله ولد ولد الواد كان بيضربني يلا ضربني ليه تعالى انا رايح اقول شكسبير للاخ شكسبير يا ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده بنحاول ننقذ الاخ يا بكلب هو مين دين ده يا الموظف يا انا عمال اضرب في اللي حواليه دول فاضل واحد بس موت انا خلاص بنقذه السلام عليكم انقذته كده ولا اعمل ايه ايوه ريفايف انقذت بلاك بيت خلاص انا بحبك حبك بورس انا شخصيه ماديه لازم نعترف ديسكو ولا هنرقص يا تعالى ايوه بقى هو ده ايه ده شوف هم عليه يلا واحد فوقينا ده سنايبر طاهر انت اللذين ماشي مات انت بتستخدم سلاح جديد صح؟ بتستخدمه ازاي يالا؟ ده ايش فتروح وبعدين نوم يعني ماشي فين الناس يالا هو في مكان بره؟ فهمت حلو السلاح ده اللي بيحصل؟ يا دي النيلة هو بيتكلموا دول اصلا؟ امبورة والله ما كنت اعرف ان هو بيتكلموا مين الخدمة في الدرج؟ خدمة في الدرج والله ما كنت اعرف ان الخدمة في الدرج كان يا كما زازان في قديم الزفازان كان يا مكان في قديم زمان كان هناك شكسبير كان يحبه البشر ولكن عندما ذهب الى الجحيم اصبح شريرا مثل مينا عمل ضحك شديد يا مينا شكسبير كان بيشتغل عند ابليس بعد كده ابليس طرده من البيت عشان كده عايز ينتقم منه عشان كده هو هيساعدني بتفهم الناس بس يا مينا كده بنرسيهم هوبا احمد انت نكره نكره ايه يا ابني انت على قناتي يا ابني هوبا مع السلامه طب نروح عند التوأم يعني ولا ايه نروح احنا بقالنا 4 ساعات نروح للتوأم تعال نروح للتوأم المتصل ايه اللي حصل؟ ولا ايه انا عندي شاشه سوداء مش عارف ادوس مش عارف اعمل اي حاجه ايوه حرقت الجهاز دلوقتي كفيف ضريع هوبا خلاص 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 تعال انقذني بقى يا عم انت بعيد استنى ما بسوق بتسوق ايه يالا؟ هضرب الشيطان طب احنا في النار وكده لا 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 انت ماشي غلط كده تعال احمد ولا 5 ثواني انجز 3 2 1 عن يا واد انت بتاع اللحظه الاخيره اهو توأم هنا توأم هنا تعال ازيكم يا بنات هم فين البنات مين ده هو بنات توأمين ناخد دي انا واحد يا عم خدهم هم الاثنين اصلا موز يا عم مش حلوين طب جاي واقف جنبهم ليه يا مين نفسي احب واتحب مين ايه ده في ولا ولا في واحد في واحد عندي متشعلق من ال ايه ده كان لسه ما ماتش شاب جيمر بقى وبتاع عامل لي كده بتاع قمر ايه يا عم مش قمر انا انسان متواضع بسيط يا عم اتنيل تعال عامل ايه ده ولا ده ايه ده ده بارتي بارتي يلا ده ايه ده في ايه دي حضانه يلا ده انا هفشخه مين دول ده المستر يلا ده بلاد يا عيني يا بلاد بوم ازاي موت بننقذ دلوقتي الاخ فلاديمير ايه ده غبت بتاع تيرن ذا ميوزك اوف مين اللي بيقول لك تن تقال لاهلك انت المزيكا مش حلوه يا عم سمعت الكلام غلط ده المغفل مينا المزيكا مش عجباني يا مينا لو المزيكا مش عجباني نشغل اغاني تاني ولا ده احنا جوه ال احنا جاي ممكن نحارب سيتن خلاص مش دي بنته يا ابني ولا ده واد برنس يلا ايه ده؟ ايه يا جدعان هذا اللي ايوه بقى طب ايه احنا بنموت ولا ايه؟ انت بتتكره يا عور ولا ايه؟ اوه جيزابيل جيزابيلا طب ايه يا عم وشه في ايدي في وشه ولا وشه في ايدي؟ قشطة طب احنا كده فتحنا ابليس خلاص فممكن مش هعمل يا وين سكيب كده احنا كده احنا ممكن نحارب ابليس عامة مين دول بقى؟ فوتبول بلايرز فوتبول ايه يا ابني دول بتوع كريكت يا ابني انت كل ده اصلا كنت بتفكر كمان ربع ساعة ولا احنا المفروض ندخلهم في الجون يالا زيو 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 ما تقولش زيو ليه يا مينا زيو ولا انا على الهوا ولا اون ايه ده ايه ده اون يا ابني ايه اللي انت عملته فينا ده اون انا انت معاك نفس اللي معايا طب استنى اجي لك بس هجي لك دلوقتي اتكلم في الموضوع ده ولا انا بتضرب يلا ولا نقطه نقطه اهو ولا بص السلاح بقى عندي ازاي يلا خلص انا الكرسي بتاعي بقى جامد فشخ يلا يلا عشان هو فين اصلا قاعه الكريستال الافراح ديلو ايه ده خلاص كده يا ابني دي بنتك يا ابني انا عارف الناس دي يعني وانا ايه ماليش لازمه انت كويس يا مينا ما تقلقش دي نقطة واحدة بالفاكيوم كل دول جايين يا عم انت ايوه بقى برنس يلا عون يلا برنس يلا عون يلا اضرب يا عون نقطة واحدة بس يا ابني بص انا مش محتاج مسدس يلا اوهو يا واد انت برد الشيطان خايف بقى طب مش معاك قعدت طالع وانت عامل ايه
هننهيها ولا ايه؟ مش عارف ليه حصل علم علينا. خد حب خد حب خد حب خد حب بدي له حب يا ابني. لا 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 انت بتشرب دي ولا ايه؟ انا عمال اضرب فيه بالصواريخ الكراسي يا ابني. انت عليت السبيد بتاعت الكراسي؟ الكرسي اعلى حاجه. طب ما تيجي ننزل المانيونز بالمره. نزل المانيونز بتوعك يلا. يا نهار ولا مينا ولا ايه بيحصل؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ زعل؟ ايه ايه؟ قفش يا عم بجد؟ عون 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 اهو لقيته لقيته يا دي النيلة. فين وفين 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 وفين؟ يا دي النيلة يا عم. ايه ايه ده في ايه في ايه؟ ولا هضربه هضربه في وشه يلا استنى خد يا بص 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 اقعد ولا شطاره جيم شوف خايف هيتحرق هيتحرق كان عارف ان هو هيتحرق خلاص كده عملناه كل اللي احنا عملناه ده عشان نضرب الشيء التافه ده ده احنا يلا بجريدات ممكن نسيطر على العالم بس كانت حلوه والله كانت ممتعه يعني. كان عيد ميلاد الراجل واتخطف مننا البنت دي مش عارف بمفاتنها البنت دي بتاعتها خدها يا عم عايز اضربه في عينه والله يعني كده بنت اشطبت معانا ايه ده ايه اللي بيحصل انا لسه كنت اقول انا فين انا فين انا خلاص اروح جنة لا بقى احنا كده بنكلم بقى ربنا والجو ده الكلام ده يا جماعه استغفر الله العظيم يا رب يعني ما لناش دعوه بيه اعتبروا ان احنا بنكلم الراجل اللي عمل اللعبه لا اله الا الله استغفر الله العظيم يا رب يا ابني استنى انا مش هتفرج لو عايز جوني يرجع لحبه الاول في الحياه لو عايز جوني يبقى ملك الجحيم هي دي اللي عجباني يا ابني اللي هو يعني الكوكب الارض هيفضل زي ما هو وهنبدا من الاول انا فاهم الناس مش فاهمك انت يا حمار هاف جاد ريكريت ذا ايرث ان العالم هيبدا من الاول وجديد يعني اخر واحده لا اللي فاتت العالم متدمر بس هم هيبدا هيحاولوا يبداوا من الاول ثانيه العالم هيبدا من الاول وجديد يبقى نظيف يعني لسه زي ما هو لا دي فاكس دي حرام جدا دي فمش هعملها في القناه كافر انا عايز سطر لا يا ابني انا هسيطر على الجحيم واقنعهم بالحلال افهم بقى يا مينا طب استنى احط مصحف في كل مكتبه في المكان اعرفهم الدين الجميل كل شارع بلادي صوت الدين بينادي الله خلاص كده يعني قعدنا نقرا كل الكتب دي كل الصفحات دي عشان الحته دي وابليس زعلان وخلاص كده انا بقيت المسيطر على الجحيم ودي كانت لعبه سينس رو جات اوت اوف هيل كان اسبوع جميل بس ان هو هينزل في اسبوع يعني فكان اسبوع جميل انا وعون خلصناها في يومين اصلا ماشي يا جماعه فاحنا هنقفل الفيديو ده هنا وهنكمل مع بعض ان شاء الله المره الجايه مع لعبه ثانيه سلام لسه يا مينا لسه في لازم ازود حته صغيره كمان معاها اتمنى تكون اللعبه دي عجبتكم قد ما هي عجبتني انا ومينا لان احنا كنا مبسوطين جدا 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 جدا, جداً. ماشي هنشوفكم المره الجايه ان شاء الله مع حاجه جديده وسلام معفن قوي